عندك معامل الانكسار المطلق الوسط ده، احنا قلنا ان سرعة الضوء في الهواء بتبقى اكبر ما يمكن، اكبر من سرعته في اي وسط شفاف اخر، يبقى سرعة الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط شفاف اخر. لما بيجي يتنقل بقى من الهواء لاي وسط اخر بتقل السرعة بتاعته. طيب قال لك والنسبة بقى بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في اي وسط اخر بنقول عليها معامل الانكسار المطلق للوسط، بنسميها معامل الانكسار المطلق للوسط اللي هو رمزه نو. طيب تعالوا من هنا بقى نعرف، يلا ايه هو معامل الانكسار المطلق للوسط؟ هنقول له تعريفه، هنقول له هو النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في هذا الوسط الشفاف. يبقى النسبة من سرعة الضوء في الهواء وسرعته في هذا الوسط الشفاف بتسمى معامل الانكسار المطلق للوسط. يبقى هو النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعتي في هذا الوسط الشفاف، ده تعريف معامل الانكسار المطلق للوسط. معامل الانكسار المطلق للوسط له قانون، اه يا مستر له قانون، بس كده معايا القانون بتاعه مهم جدا لازم يتعرف. لك عندك معامل الانكسار المطلق للوسط اللي هو رمزه نو بيساوي شرط الكاس، عندك سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الوسط، سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء فين؟ في الوسط. اللي هو لو جينا ندخل القانون ده جوه المثلث سمستر اللي هو هيبقى بالشكل ايه؟ بص بيبقى بالشكل ده كده اهو. عندك معامل الانكسار المطلق الوسط رمزه نون، هنكتب هنا نون، ده اللي هو معامل الانكسار المطلق الوسط، بتساوي السرعة رمزها عين، يبقى نقول له عين وده هواء، يبقى عين ه، عين ه دي اختصار سرعة الضوء في الهواء، وسرعة الضوء في الوسط اللي هي عين الوسط أو عين هنسميها عين واو، عين واو دي يعني اختصار لكلمة وسط، ماشي، يبقى عين ه على عين واو، عين ه على عين ايه واو، وانت بقى تبقى عارف ايه الرموز دي معناها ايه. عين ه اللي هي سرعة الضوء في الهواء، وواو اللي هي وسط، يبقى سرعة الضوء في الوسط، يبقى نون معامل الانكسار المطلق الوسط بيساوي عين ه على عين واو، عين ه على عين ايه واو. طيب عندك معامل الانكسار المطلق لأي وسط شفاف دايما يكون أكبر من الواحد، معامل الانكسار المطلق لأي وسط شفاف دايما يطلع الإجابة معاك الناتج يطلع اكبر من واحد، لو طلع اقل من واحد شك في اجابتك، يبقى معامل الانكسار المطلق لاي وسط شفاف دايما اكبر من الواحد الايه الصحيح. خلي بالك من دي ليه، لان سرعه الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط شفاف اخر. يبقى لما يجي يقول لك ده سؤال علل مهم جدا 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 بيجي في الامتحانات، يجي يقول لك علل لمعامل الانكسار المطلق لاي وسط دائما اكبر من الواحد الصحيح، وساعات يجيب لك اكمل يقول لك معامل الانكسار المطلق لاي وسط شفاف دايما اكبر من نقط، هتقول له من الواحد الايه الصحيح. الاجابه ليه بقى؟ هنقول له هنجيبها له مقارنه، هنقول له ان سرعه الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط شفاف اخر، هنقول له لان سرعه الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط شفاف اخر، يبقى لان سرعه الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط شفاف ايه اخر. طيب تعالوا كده في بعض المسائل بتيجي على معامل الانكسار المطلق الوسط وتطبيق على القانون، تعالوا يلا كده نحل بعض المسائل عليه. طيب يلا كده نحل المساله دي مع بعض. بيقول لي احسب، يقول لي كده في الامتحان يقول لي احسب سرعه الضوء في الزجاج إذا كانت سرعته في الهواء 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. يبقى هو هنا ومعامل الانكسار المطلق للزجاج بيساوي 1.5، 1.5. طب أنا عندي القانون يا مستر، القانون قلت لك دخله جوه المثلث، القانون أهو، قال لك أنت عندك قانون معامل الانكسار المطلق للوسط، قلنا معامل الانكسار المطلق للوسط رمزه نون، قال لك بيساوي سرعة الضوء في الهواء اللي هي عين ه على عين واو على سرعة الضوء في الوسط، الوسط ده أيا كان بقى، الوسط ده زجاج، ماس، ما، أي وسط يجيبه لك، المهم ده اسمه الوسط. هو مديني في المسألة إيه؟ مديني سرعة الضوء في الهواء. طب افترضا في ساعات ما بيجيبهاش، قال لك أنت هتبقى حافظها، القيمة بتاعة سرعة الضوء في الهواء دي لازم أنت تبقى عارفها، إن سرعة الضوء في الهواء دي معروفة، جابها ما جابهاش أنت عارفها إن هي كام؟ 3 في 10 أس 8 متر على الثانية، ده كده سرعة الضوء في الهواء، دي كلمة لازم تتعرف وتبقى محفوظة من الدرس اللي فات. طيب عندك سرعة الضوء في الوسط هو عايزها اللي هو الزجاج هنا، يبقى هو عايز سرعة الضوء، هو عايز سرعة الضوء في الزجاج دي مطلوب اللي هو الوسط.
طيب عندك معامل الانكسار المطلق مدهولي يا مستر نون، مدهولي بكام؟ قال لك مدهولي بواحد ونص. يلا بقى نكتب القانون، يبقى هو عايز سرعة الضفر الوسطي اللي هي عين واو، حط 7 على عين واو، عين واو يتفضل لي ايه؟ يتفضل لي عين ه على نون، عين ه على ايه؟ على نون. يبقى نقول له عين سرعة، نترجمها له بقى الكلام عربي عشان ايه نكتب، هنقول له سرعة الضوء، ما اقولش بقى في الوسط، هنقول في ايه، هو هنا الوسط مسموه لك في المسألة، مسموه لك الزجاج، يبقى نقول له سرعة الضوء في الزجاج بيساوي، ونشد شرط الكسر، سرعة الضوء في الهواء على نون على معامل الانكسار المطلق. يبقى فوق هنكتب سرعة الضوء في الهواء، لأن عين ه دي اللي هي سرعة الضوء في الهواء، على نون تحت اللي هو رمزه معامل الانكسار المطلق للوسط أو للزجاج بقى، طالما سماهولي يبقى هنسميه باسم، بيساوي عندك سرعة الضوء في الهواء، جابها ما جابهاش يا مستر انا حافظها، اللي هي بكام؟ قال لك بتلاتة في 10 أس 8، ومعامل الانكسار المطلق الوسط مدولي بكام اللي هو نون؟ بواحد ونص. واحد ونص بالآلة الحاسبة هنقسم، بص كده في بالآلة الحاسبة لما تيجي تعملها تقسم 3 على 1.5 ماشي، هيديك 2، ونقول له في 10 أس 8، في 10 أس 8 ماشي، والسرعة هنا بالمتر على الثانية، نقول له متر على الثانية، يبقى طلعت 2، يبقى طلعت لي 2 في 10 أس 8 متر على ايه؟ على الثانية. طيب كده بتكون المسألة حل. ناخد واحدة تانية. طيب يلا كده نشوف المسألة دي، بيقول لي احسب معامل الانكسار المطلق للماء، يبقى هو عايز معامل الانكسار المطلق للماء، انا كده بلخص المسألة بتاعت، بيساوي اذا كانت سرعة الضوء فيه، قال لك هنا مديك سرعة الضوء في الماء، سرعة الضوء في الماء مديهولي بكام؟ ب2.25 في 10 أس 8 أهو، خلاص. طيب هنا هو عايز معامل الانكسار المطلق للماء، طب هو هنا يا مستر أنت عندك القانون أهو، أنت عندك معامل الانكسار المطلق للوسط بيساوي سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الوسط، طب سرعة الضوء في الهواء مش مدوني، يبقى هنا القانون اهو الأصل، معامل الانكسار المطلق للوسط، بس هنا الوسط بقى ما يسموه، الوسط هنا اسمه ايه؟ ماء، يبقى نقول له معامل الانكسار المطلق للماء عشان اكتب القانون صح، بقى بيساوي عندك القانون بيقول لك سرعة الضوء في الهواء دي بتنكتب في البسط على سرعة الضوء في الوسط، بس هنا مش هنكتب الوسط لان هو مسمي لي الوسط اهو الماء، يبقى نقول له سرعة الضوء في الماء، ده القانون، يبقى نقول له بيساوي، شد شرط الكسر تاني، سرعة الضوء في الهواء هو هنا مش جايبها لي، يبقى انت عارفها، انا قلت لك جابها ما جابهاش، انت المفروض تكون عارف اللي هي بكام؟ 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. سرعة الضوء في الماء هو جايبها لي اهي في المسألة اللي هي 2.25 في 10 أس 8، بالآلة الحاسبة تخلصها هتساوي 1.3 ماشي، ده كده معامل الانكسار المطلق للماء، يديني 1.3 من 10. طيب كده بنكون خلصنا المسألة. طيب تعالوا كده يلا نحل المسألة دي، احسب معامل الانكسار المطلق للكحول الإيثيلي، يبقى هو أول حاجة بلخص مسألتي يا مستر، أول حاجة هقول له معامل الانكسار المطلق، يبقى اسم الوسط هنا اسمه الكحول الإيثيلي، هو مش مدولي هو عايزه، يبقى هو عايز ايه؟ نون، علما بأن سرعة الضوء فيه، هنا بقى مديك سرعة الضوء في الكحول، خلي بالك مديك هنا سرعة الكحول، يعني يبقى سرعة الضوء في الكحول اللي هو مديني سرعة الوسط اللي هي عين واو، مدالي بكام؟ ب2.2 في 10 أس 8. يلا نجيب معامل الانكسار المطلق، القانون بيساوي ايه؟ قالك معامل الانكسار المطلق للكحول الإيثيلي معامل الانكسار المطلق للوسط، الوسط مش هقول بقى الوسط هو مسميهولي، يبقى اقول له الكحول الايثيلي بيساوي عندك سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الوسط، بس مش هنقول في الوسط، امال هنقول ايه؟ برضه في الكحول، لان هو مسميهولي في الكحول الايثيلي، نعوض في القانون، نقول له بيساوي، شد شرط الكسر تاني، سرعة الضوء في الهواء جابها ما جابهاش انا حافظها، اللي هي بكام؟ ب3 في 10 أس 8، وعندك سرعة الضوء في الكحول الإيثيلي مديهولي هنا هو في المسألة اللي هي 2.2 في 10 أس 8، اوعى تفتكر ان هو قال لك سرعة الضوء فيه يعني دي سرعة الضوء، غلط، اوعى تفتكر ان دي بتاعة الهواء، لا ماشي، دي بتاعة الوسط، بيساوي، وتخلصها بالآلة الحاسبة، اقسم اللي هو يديني 1.4.
طيب نبص مع بعض على المسألة دي. احسب سرعة الضوء في الزجاج، يبقى هو برضو عايز عين زجاج اللي هي سرعة الضوء في الزجاج، يبقى سرعة الضوء في الزجاج مش مديها لي يا مستر. اذا كانت سرعته في الهواء مديني السرعة في الهواء، سرعة الضوء اللي هي عين ه عين هواء بتدالي في 3 × 10^8، ومعامل الانكسار المطلق للزجاج مديني نون، نون ده اللي هو معامل الانكسار المطلق مدولي بـ1.5. تعرف بقى المصطلحات عشان تعرف الرموز بتاعتها. يلا اول حاجة هنعملها هندخل القانون جوه المثلث عشان اعرف اجيب اشتق القانون. اهو عندك نون اللي هو معامل الانكسار المطلق بيساوي عين ه اللي هي سرعة الضوء في الهواء على عين واو اللي هو سرعة الضوء في الوسط. هو مديني عين ه ومديني نون، مدينا عين ه ومدينا نون، يبقى هو عايز عين ايه؟ هو عايز عين واو، يبقى عين واو هنا نحط سبعين عليها، يتفضل لي عين ه على نون، يبقى هنقول له عين واو سرعة الضوء في، ما اقولش الوسط، هقول له فين؟ مديني الوسط في المسألة اسمه الزجاج، يبقى في الزجاج بيساوي عين ه فوق اللي هي سرعة الضوء في الهواء على نون اللي هو معامل الانكسار المطلق، وما اقولش الوسط، هقول ايه للزجاج لان هو مسموه لي هنا في المسألة، ونقول له بيساوي. يلا نعوض في المسألة. سرعة الضوء في الهواء جابها ما جابهاش انا حافظها، اللي هي 3 × 10^8. معامل الانكسار المطلق للزجاج اللي هو رمزه نون، نون اهو مديها لي بكام في المسألة في الترخيص؟ 1.5. نخلصهم بالآلة الحاسبة اللي هو هيديني 2 × 10^8، ماشي. وحدة قياس السرعة هيبقى متر على الثانية، خلاص اوعى تنسى الوحدة دي. طيب كده خلصنا المسألة، نكمل مع بعض. طيب نكمل مع بعض في بعض كده الملحوظات مهمة جدا عايزكم تاخدوا بالكم منها. بص معايا كده، خلي بالك كده من الملحوظة دي، بيقول لك كلما، الحتة دي بتجيلك أكمل صح وغلط، كلما زادت الكثافة الضوئية للوسط زاد معامل الانكسار المطلق له، يبقى كل ما تزيد الكثافة يزيد معامل الانكسار المطلق للوسط، وبالتالي بتزيد قدرة الوسط ده على كسر الأشعة الضوئية المرة فيه، وبالتالي تزداد قدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية المرة فيه. تاني، يبقى كل ما زادت الكثافة الضوئية للوسط بتزيد معامل الانكسار، ولما يزيد معامل الانكسار تزيد قدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية المرة فيه، ولما تزيد معامل الانكسار كمان وتقل سرعة الضوء، وتقل سرعة الايه؟ الضوء، خلاص؟ تزيد قدرة الوسط على كسر الأشعة المرة فيه وتقل سرعة الضوء المار فيه في هذا الوسط، وبتقل سرعة، يبقى تزيد الكثافة الضوئية للوسط تزيد قدرته على كسر الأشعة، يزيد معامل الانكسار المطلق تقل سرعة الضوء، يبقى يزيد وتقل. يبقى علاقة بقى هنا بين الكثافة الضوئية وبين، يبقى العلاقة، خلي بالك بقى من العلاقات دي عندي كده بقى، هناخد علاقات. العلاقة بين الكثافة الضوئية للوسط وبين معامل الانكسار دي علاقة طردية. علاقة ايه؟ طردية. طردية يعني كل ما زاد معامل الانكسار، كل ما قل معامل الانكسار تقل الكثافة الضوئية، كل ما زاد معامل الانكسار تزيد الكثافة الضوئية للوسط، ماشي. يبقى العلاقة بينهم علاقة طردية، دي الاتنين، ده يزيد ده يزيد، ده يقل ده يقل. طب اما بقى العلاقة التانية، العلاقة بين الكثافة الضوئية وبين السرعة، دي علاقة عكسية. يعني ايه علاقة عكسية؟ يعني كل ما زادت الكثافة تقل السرعة، تزيد الكثافة تقل الايه؟ السرعة. طب لو قلت الكثافة هتزيد السرعة، خلاص. يبقى هنا كل ما زادت الكثافة تزيد السرعة تقل الكثافة، تقل الكثافة تزيد السرعة. يعني بص هنا لو السرعة قليلة عند صفر نطلع فوق الكثافة تلاقي كبير. العلاقة بينهم علاقة عكسية. علاقة ايه؟ عكسية. يبقى تزيد الكثافة تقل السرعة، تقل الكثافة تزيد السرعة. طيب عندك كمان الهواء والمية والزجاج، دي أوساط شفافة
ماشي، مختلفة في الكثافة الضوئية. عندك الهواء والماء والزجاج والماس، الماس ده اللي هو الألماس يعني، قال لك دي كلها أوساط مادية شفافة، دي كلها أوساط مادية ايه؟ شفافة. مختلفة في ايه؟ قال لك مختلفة في الكثافة الضوئية. يمكن ترتيبها حسب الكثافة كالآتي، قال لك من حيث الكثافة مين أقلهم كثافة أو مين أكبرهم كثافة، هنجيبهم تصاعدي، ترتيب تصاعدي. أكبرهم الهواء ولا المية ولا الزجاج ولا الماس؟ لا، أكبرهم الماس. يبقى عندك أول حاجة في الترتيب هنقول له الماس، الماس ده أكبر. أكبر منين؟ قال لك أكبر من الزجاج. والزجاج أكبر منين؟ قال لك أكبر من الماء. والماء أكبر منين؟ أكبر من الهواء. ده كده ترتيب ايه؟ يبقى هنرتبهم ترتيب تنازلي من الكبير للصغير. الماس يبقى أكبر من الزجاج، والزجاج أكبر من الماء، والماء أكبر من الهواء، يعني أقلهم الهواء وأكبرهم الماس. يبقى الهواء الضوء أسرع ما يمكن في الهواء لأنه أقل كثافة، والضوء أقل ما يمكن أو بطيء جدا في الماس لأنه أكبر كثافة. خلاص كده. طب لما اجي اقول لك سرعة الضوء في الزجاج اكبر ولا في الماء اكبر؟ لا، هتبقى سرعة الضوء في الماء اكبر. ليه؟ لان كثافة الماء اقل من كثافة الزجاج. خلاص. طيب وهكذا بقى. طب لما اجي اقول لك بقى، بص كده معايا، لو انا جبت الماس كمثال، جبته كده، ده كده ماس، وطبعا الوسط اللي بره بيبقى هواء. عندك الضوء سقط كده في الماس، عملنا عمود مقاوم، قال لك بص كده درجة الانكسار بتاعته، وهنا كده بص كده معايا، ده كده زجاج، لو الشعاع سقط كده اهو، عملنا عمود مقاوم برضو نفس الحكاية، قال لك هتلاقي درجة انكساره مش كبيرة. يبقى هنا في الماس درجة الانكسار كانت كبيرة، خلاص، اما في الزجاج درجة الانكسار ما كانتش كبيرة، درجة الانكسار ما كانتش ايه؟ كبيرة، ما انكسرش قوي. اما هنا شوف انكسر قوي ازاي، اتحنى قوي. اما هنا ما انكسرش قوي في الزجاج، ليه؟ لان الزجاج اقل كثافة من الماس، الماس اكبر كثافة، فكل ما زادت الكثافة بتاعة الوسط كل ما زادت قدرته على كسر الاشعة الضوئية، كل ما قلت الكثافة كل ما قلت قدرته على كسر الايه؟ الاشعة الضوئية. ولذلك يجي يسألك سؤال، علل، يجي يقول لك علل قدرة الماس على كسر الضوء أكبر من قدرة الزجاج. يجي يقول لي ليه قدرة الماس أكبر من قدرة الزجاج؟ الإجابة هنقول له لأن معامل الانكسار المطلق للماس أكبر من معامل الانكسار المطلق للزجاج. ماشي. وهكذا بقى، اي اسئله من دي تجيلك بتبقى بالشكل ده. طيب تعالوا كده ناخد تطبيق على اللي احنا خدناه ده. يجي يقول لي ايه؟ من الشكل المقابل اذكر الرقم الدال على كل من واحد زاويه السكوت. بص كده يديك شكل زي ده، اي وبي. اي وبي معناه ان هما وسطين مختلفين عشان تبقى عارفين. طيب يجي يقول لك اذكر الرقم الدال على كل من زاويه السكوت. فين زاويه السكوت؟ هنا. ده شعاع ساقط وده شعاع منكسر. اللي عرفك يا مستر اتجاه السهم، قلت لك اتجاه السهم هو اللي بيبين. السهم هنا نازل لتحت، يبقى ده شعاع ساقط. يبقى فين زاويه السكوت؟ هي واحد ولا اتنين؟ لا، اتنين، اللي بتبقى بين الشعاع الساقط والعمود المقاوم. اوعى تجيب اللي بره دي، اللي بين السطح الفاصل. لا، احنا بنجيب اللي جوه اللي هي ملامسه للعمود المقاوم وملامسه للشعاع الساقط، يبقى هي رقم اتنين هتبقى زاويه السكوت. طب زاويه الانكسار الشعاع المنكسر هو ده يا مستر اللي جوه اللي تحت ده. قال لك فين زاويه الانكسار؟ تلاته ولا اربعه؟ لا، بتبقى برضو اللي بين العمود المقاوم وبين الشعاع، يبقى هي تبقى رقم اربعه. رقم ايه؟ اربعه. اوعى تتلخبط في دول. طب يجي يقول لك اي الوسطين ايه وبي اكبر كثافه ضوئيه؟ مين الاكبر كثافه؟ نبص كده، انت عندك الشعاع سقط في وسط فانكسر، لما انكسر انكسر اقترب من العمود المقاوم. اللي عرفني ان هنا بص كده فوق زاوية السقوط هنا اكبر من زاوية الانكسار، تحت كده دي صغيرة.
من قوانين الانكسار اللي احنا لسه واخدينها، قال لك امتى تكون زاوية السقوط اكبر من زاوية الانكسار؟ لما الشعاع الضوئي بيسقط في وسط اقل كثافة كالهواء الى وسط اكبر كثافة مثلا كالماء. يبقى من الاكبر كثافة في الحالة دي بينكسر مقترب من العمود المقاوم، بيكون زاوية السقوط اكبر من زاوية الانكسار. يبقى بي هيبقى اكبر كثافة ضوئية. بي هيبقى اكبر كثافة ايه؟ ضوئية. ليه؟ لان الشعاع انكسر، زاد انكساره فيه واقترب من العمود المقاوم، خلاص، وعامل الانكسار المطلق بتاعه كبير، يبقى يبقى رقم بي. طيب نكمل مع بعض. طيب هناخد بعد كده بقى آخر جزء في الدرس بتاعنا.